أشكر جمعية منتدى الحي الجديد على هذا التكريم الذي طالما عمرنا الحي الجديد وأهلنا بالأمان. الشوارع ديال الحي كليطو، الشارع ديال عبد الناصر الماسي اللي كيدير المدرسة ديال المعتمد والساحة المعتمد، وتبعوا حفل ديال تبعوا سباق ديال سباق على الطريق أولمبيكا اللي توجنا فيه هو بزاف ديال الفائزين بهدايا، واليوم عندنا الحفل التكريمي اخر، حفل الختامي اخر المنتدى، الحفل التكريمي لاهم شخصيات ديال الحي ونبيل اهم شخصيات ديال الحي، لان مازال عندنا شخصيات تبارك الله في الحي، الحي ديالنا كيختار شخصيات عظيمه، والحفل التكريمي في نفس الوقت للتلاميذ المتفوقين على مستوى السادس الابتدائي. والثقافية والرياضية، ولهذا فهي أكثر من جمعية كما هو متعارف عليها، وترقى إلى منتدى يجمع جهود كل الجمعيات بالحي، فكانت التسمية منتدى الحي الجديد. فباسم كل اعضاء المؤسسين والمنضويين ارحب ترحيبا خاصا ومفعما بالاعتراف بالمنجزات المشهود بها في سجلات السادة الرياضيين المتواجدين معنا، كما ارحب بالسيدة فاطمة أشهبار ممثلة المجلس البلدي للعرائش، وأرحب ترحيب تقدير وامتنان بالشخصيتين المحترمتين الموقرين فاطمة الهواري وعبد القادر الوهبي. الحي الجديد، وأتمنى لهم مسارا دراسيا مفعما غنيا بالتحصيل. وكنشكر كذلك أبناء الحي اللي انتخبوني وكرموني، كنشكرهم جزيل الشكر.